احنا اذا سمحتوا لي، احنا محضرين مع الشباب اللي هو افرحهم في العيد، وتقدر تهدي من تحب في العيد، وتدخل في انك تهدي من تحب، ما هي وارده وتبدل بعد ساعات او شيء ناقوتهم لهالدنيا. انت تقدر تهدي من تحب اجر صدقه جاريه حتى قيام الساعه. طيب استاذ حاتم، هذه المبادره اللي مصلحين انتم ولا هذه؟ احنا بالتعاون معكم، هذه المبادره موجوده الان بالمتجر، اي شخص يحب يهدي يقدر يهدي عن طريق منتج اسمه منتج اهداءات الوقف. وايضا اللي حاب يتصدق مثلا عن شخص توفي، يحط له حمله، يحط باسمه، تكون وقف، احنا جاهزين، بس الرقم اللي يظهر على الشاشه اللي اخره 7000 0502427000 يرسل لنا اسم الشخص اللي يبينا نحط له المنتج، ويكون هي عباره عن اهداء لهذا الشخص. طيب استاذ حاتم الله يعافيك، بالنسبه لهم يعني الان اللي بيتبرع يقدر انه يحصل على بطاقه الاهداء عن طريق الموقع؟ نعم. جميل جدا، جميل جدا. بس يدخل على منتج اهداء وقف ويضغط على كلمة المزيد، راح تطلع له الخطوات، في شرح واضح، واعتقد فيه شرح موجود عندكم كفاصل. طيب استاذ حاتم الله يعطيك العافية، نبيك كلمة ختامية الله يحفظك ويبارك فيك للمشاهدين. ما عندي غير كلمة واحدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فرحة أيتامنا. اليوم في جمعية رفاق ختمنا أحد المشاريع المهمة اللي أطلقناها في رمضان، وهو مشروع صدقة اليومية، وكانت الفرحة لا توصف. أنه لما نشوف الأثر وصل إلى أيتامنا بنفس اليوم وبنفس اللحظة خلال 10 أيام، حنا حزينين وفرحين بنفس اللحظة. ليش؟ أنه الأجر وصل، ولكن بنفس الوقت حنا حزينين أنه راح نوقف هذا المشروع، ولكن فرحين أنه بإذن الله مستمرين بالدعم لأيتامنا عن طريق وقف الايتام، اللي هو وقف ايتام حائل، بدعمكم وعطائكم في قناتنا. الله يعطيك العافيه. اللي اختم فيه واحده فقط، تخيل معي وانت تتبرع فرحه اليتيم اذا راح تدعمه وهو ما يدري من انت، فبيرفع يديه لله سبحانه وتعالى يدعو لك وانت لا تعلم. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك ويكتب اجركم جميعا ولا يحرمكم الاجر. كان معنا الاستاذ حاتم جزاه الله خير من الموارد، الله يعطيها العافيه. الله يكتب الاجر. يا رب العالمين، ويجزاكم خير جميعا، ونشاهد مع المشاهدين طريقه الاهداء عن طريق المتجر. سهلناها عليك. الجمعيه الخيريه لرعايه الايتام بمنطقه حائل رفاق تتيح لك الفرصه في ان تهدي من تحب سهما في وقف ايتام حائل. كل اللي عليك اتباع الخطوات التاليه: اولا، ادخل الى متجر جمعيه رفاق من خلال جوجل او المسح على باركود المتجر. ثانيا، اضغط على خيار تسجيل الدخول. ثالثا، من الصفحة الرئيسية للمتجر اختر اهداء وقف. رابعا، اضف مبلغ التبرع وسيكون كهدية لمن تحب. خامسا، اختر وسيلة ارسال الهدية. سادسا، اكتب رقم الجوال، سيصلك رمز تفعيل. سابعا، اذهب الى السلة واختر عملة اتمام الدفع. ثامنا، اختر احد وسائل الدفع لاكمال عملية الاهداء. وهكذا سترتقي الهدايا إلى أن تكون صدقة جارية لمن تحب. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البيت.